بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أنا أوجه لكم جميعا كل التحية وكل التقدير وكل الاعتزاز، واسمحوا لي أن أنا أهنيكم يعني بحلول شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وأيضا أهنئ أشقائنا المسيحيين بصيامهم، وربنا يا رب يتقبل منا جميعا. اسم الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي، فضيلة الأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية الأسبق، من أبناء مركز طمى محافظة سوهاج. كابتن علياء ثابت، بنت قرية الصوامعة بمحافظة سوهاج، ولاعبة كرة القدم بمركز شباب الري، تفوقت واستطاعت أن تكون حارسة مرمى من منتخب مصر لكرة القدم النسائي. اسم الشهيد اللواء نبيل فراج، ابن محافظة سوهاج ومساعد وزير الداخلية، والذي استشهد في أحداث كرداسة 2013، حيث رفض الجلوس خلف المدرعة وأصر على تصدر الصفوف الأولى ليسقط شهيدا فداء لوطن. اسم البطل عبد الرحمن القاضي، صاحب أشهر صورة من نصر أكتوبر المجيد، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة. سوهاج اسمك يزيد، رسمك بأمر الله. بلد التاريخ والحضارة محمية بإذن الله. بلد التاريخ والحضارة محمية بإذن الله. والنيل جري فيك بأمر الله. دعم موجود، والأرقام اللي ما تتخيلوهاش موجودة. وأنا بقول لكل المصريين اللي بيسمعوني ولكم اللي موجودين معايا، السبعة تريليون ده رقم متواضع جدا قدام الحلم. نناقش هذا الموضوع أكثر مع ضيفي في الاستوديو دكتور علي مسعود، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور علي. مش كده وبس، ده في بعض المناطق الصناعية ما كانش مرفقة. بعد 2014 تم ترفيق جميع المناطق الصناعية، وبالتالي حل مشكلة من المشاكل الأساسية اللي كانت بتواجه قطاع الصناعة. مشكلة تانية كانت بتواجه قطاع الصناعة وبتأثر على التنافسية بتاعته، ألا وهي مشكلة النقل. كانت ما فيش شبكة طرق جيدة، بدأنا دلوقتي احنا بنتكلم على شبكة طرق جيدة جدا، بدأنا نتكلم على شبكة نقل من خلال سكة الحديد بعد دخول القطار الكهربائي، وبعد التطورات اللي هتحدث في هذا القطاع بدأنا نطور المواني بتاعتنا بصورة كبيرة. مش بس كده، وزارة النقل، حضرتك بتتكلم على تنافسية المنتج داخل الحدود المصرية ولا أيضا مقارنة بالمثيل في الخارج؟ في الخارج بالضبط، في الخارج.
الخارج، لان هو anyway لو فشل ينافس في الداخل مستحيل ينافس في الخارج، فهي ده طبيعي. واحنا عندنا منتجات اوتوماتيك بتنافس في الخارج. احنا يهمنا انه القاعده الصناعيه بتاعتنا تبقى متسعه وتزيد بصوره كبيره جدا عشان تقلل تكلفه النقل والوقت المستغرق لتصدير المنتجات، اللي خصوصا ان انا بتكلم على الصعيد والمناطق والمنطقه الغربيه والمناطق البعيده عن القاهره واسكندريه. في نقطة مهمة جدا اتعملت خلال الفترة اللي فاتت، ألا وهي المجمعات الصناعية. اسمحوا لي أن أرحب بكم من على أرض مدينة سوهاج الجديدة، واحدة من مدن الجيل الثالث. والجيل الثالث ده كله اللي هو كان بيطلق عليه مدن التوأمة، يعني بتبقى سوهاج القديمة معاها سوهاج الجديدة. نجح محمود عبد العاطي، نجح انه يعمل تصنيف خاص للمجلات العلمية التي تصدر باللغة العربية، ودي حاجة ترفع الراس. اجلاء اكيد على مدار سنوات عمرك يا دكتور محمود، ازاي كان العالم المصري ليه وضعيته وكان ليه بصمته ولمسته؟ يعني دي من الحاجات الأسئلة اللي رجعت بيا للذاكرة من سنة 1997. قلت لي إن أنت في وقت من الأوقات تزاملت مع الدكتور زويل. بالظبط. في ألمانيا. أنا كنت رايح طالب دكتوراه، كنت بعمل دكتوراه في ألمانيا في ماكس بلانك، وكان من حسن حظي إنه كان دكتور أحمد زويل في مجلس الإدارة. فما كانش لسه خد نوبل، وما كانش لسه خد الشهرة الكبيرة دي. دي صورة جميلة بتجمع حضراتكم أهو مع بعض. فعلاً. ده اللي أنا لما كنت طالب دكتوراه دي في ألمانيا في سنة 97 قبل ما ياخد جائزة نوبل بسنتين. فأحمد زويل قبل ما ياخد نوبل، يعني كان الوضع بتاعه واهتمام العالم به كان بيقول إنه هياخد نوبل. يعني حتى لما كان بيتكلم، يعني إحنا أول لقاء نتعرف به لغى كل الاكتئال. أنا لا في حد مصري وفعلا للدرجة دي. يعني كان عنده اجتماع مع رئيس المعهد. قال له لا انا عشان في حد مصري هنا. هو معتز ببلده في كل الاحوال جدا جدا. احمد زويل ظاهره لن تتكرر. الطموح الحالي والواحد بعد ما وصل للمرحله دي، انا نفسي الحلم اللي انا عايش عليه ودايما اقوله يعني في كل الاماكن، ان احنا نحول النشر العلمي والبحث العلمي لمصدر من مصادر الدخل القومي. لأنه مصر من الدول من أغنى الدول في العالم بالباحثين، الباحثين اللي موجودين في الداخل والباحثين اللي موجودين في الخارج. فحلم اللي أنا شغال عليه، وأنا شغال على مشروع معاملة التأثير العربي ده من 2007، إن إحنا نعمل اللينك ده ما بين الباحثين اللي بالداخل والباحثين اللي في الخارج، ونعمل مجلات دولية، المجلات الدولية تستخدم البحث العلمي اللي موجود وتتصنف. إذا تصنفت المجلات دي على مستوى العالم هتعمل مصدر من مصادر الدخل الكبير جدا للبلد بشكل يعني نقدر نقول اكسبوننشال، يعني بيزيد زيادة قوية جدا بدون ما نتحمل أي تكاليف. أنا صعيدي من سوهاج، بيقولوا علينا بلد المواويل، ما احنا صعايدة، في الفرح بنغني في الحزن بنطبطب على كل قلب حزين. من الأرض دي بدأت السيرة، سيرة الأولاد والجدود، سلو بلدنا إن الكلمة عهد.
مناش في اللوع، قالوا الصعايدة منسيين، ويمكن ده حصل لسنين 100 سنة وفوقيها 50، لكن احنا في كل مكان راح تلاقينا. خلي اللي يقول يقول يابا. انت عملت شغل ليه علاقة بالسيرة الهلالية وكان شغل مميز ليك جدا، وعملت شغل موال والموال كان اكثر تميز، ليه الموال وليه سوهاج اصلا يعني مرتبطة بالموال؟ يعني دايما يتقال سوهاج بلد المواويل. سوهاج اتميزت بالموال الكامل. يعني ايه كامل؟ يعني ايه مصر كلها سعيدة وفخورة بالمشاريع الكبيرة والكتيرة اللي كان الصعيد فعلا محتاجها. دولة النقيب، نقيب الشباب، اسما صنعه الفكر والإرادة.